بريتوريا تقريبا ملي طلعنا في الطياره تحس الكونسنتراسيون كاينه، الهدوء كامل التام من اللعابه. بصراحه المباراه هذه انا اول مره باش نقولها، ومعناها ممكن نقول لك اللي المباراه هذه خدمنا فيها على المستوى الذهني والتكتيكي برشا برشا برشا. فبصراحه فوز البنزرتي يستحق، يعني اقل حاجه انه كيلقبوه بمورينو قرطاج بالحق، السيد لو بيتي تري في الافريك. كي توصل توقف سان داونز نسمينه برازيل افريقيا، وسان داونز كان تقريبا اكثر فريق مران على الشامبيونز ليغ هذه. تقريبا نشوفوا اللي سان داونز ما خلق حتى فرصه، هذا يدل انه انضباط تكتيكي محكم كان في الفرقه. رضا تكنوتي تقريبا سيطر على كل الكرات العاليه، الديال كل ربحناهم، دونك هذا يدل انه الاطار الفني ما قام بواجبه، الاطار الطبي واللعابه كانوا رجال، حسيت في عينيهم انا ملي طلعنا في الطياره. دونك نسكروا القوس هذا ونقولوا رانا احنا فريق القاب ماناش فريق ماتشوات كما قلت في التصريحات اللي قبل. دونك احنا ما نفرحوش بماتش ولا زوز ولا ربح ولا مرتبه اولى ولا نهائي، احنا نفرحوا كان كي ندخلوا الالقاب للخزينه الوداد، خاطر هذه ورثه خذيناها من الاجيال الكل، جيل اللي جاوا الوداد الكل جابوا التاريخ وخلوا الوداد باش يكون فريق القاب. دونك احنا ناخذوا عاتق على مسؤوليتنا انه باش نفرحوا الوداد هذه بالالقاب مش بربح الماتشوات. ان شاء الله ربي يوفقنا، مازلنا تو الشامبيونز ليغ عندنا البطوله تستنى فينا، ثلاثه ماتشوات قبل الشامبيونز ليغ نفكروا فيهم باش ان شاء الله اقل شيء نجيبوا خمسه نقاط باش نتمنى نتهناوا على الشامبيونه ونفكروا في الشامبيونز ليغ.